السلام عليكم. في نهاية الأسبوع الماضي نشرنا عبر منصات فيديو قصير ما تجاوز مدته دقيقة، خلينا نشوفه مع بعض وبعدين بنكمل حكي. ببساطة بعد انتشار الفيديو بلش الضغط علي وعلى الزملاء بطرق مختلفة. انتوا لسه جداد، شو هاي الاجندة اللي بدكم تبدوا فيها؟ هذا ديوان ملكي، يعني الملك ممنوع نحكي بهذا الموضوع. طولوا بالكم شوي، انتوا مش قد هذا الكلام. شوف، في البداية بحب اوضح شغلة غاية في الاهمية. اذا حدا من قريب او من بعيد حاول يمس بجلالة الملك بكلام عبر الاعلام او غيره راح يلاقيني ويلاقي منصات إله بالمرصاد، وراح أكون الجندي الأمين اللي يدافع ويذود عن جلالة الملك بدون أي مقابل، لا مقابل مالي ولا انتظار منفعة مادية أو معنوية. وهذا الكلام مش مشكورين عليه، لا، هذا واجب وطني، وطول عمري طول عمر قلمي مع القيادة والملك، ولن يحيد عن ذلك قيد أمولة. مشان أقطع على المنظرين واللي ممكن يفكروا أنه أجندتنا مش وطنية، كان أول إنتاج لمنصات فيلم وثائقي لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاد جلالته، وتم إنتاج الفيلم بشكل مهني ومتقن. طبعا الفيلم بثناه قبل أيام، ووصل عدد المشاهدات عليه أكثر من 200 ألف مشاهدة لغاية الآن على مختلف المنصات، ولا واحد حكى لنا شكرا، رغم أنه إحنا بس قررنا نعمل هذا الفيلم ما كنا ننتظر كلمة شكر من حدا. لكن هي رسالة من القلب لجلالة الملك، وتعبير عن حبنا وتقديرنا وقناعتنا لدوره العظيم في نهضة الأردن. خليني أرجع لملف التحقيق الصحفي العلمي اللي بنقوم الآن بإعداده، واللي حوله علامات استفهام كثيرة ومعلومات صادمة، وحطوا 10 خطوط حمر تحت صادمة حول الملف المالي والإداري في الديوان الملكي. نعم، في الديوان الملكي، مشان أوضح أكثر، مؤسسة العرش والعائلة المالكة ليس لها أي علاقة بالديوان الملكي. برد أكرر، أنا جندي وأداة ردع لكل من تخول له نفسه المساس بمؤسسة العرش أو العائلة الملكية. وما يحدث في الديوان الملكي ليس له علاقة بالمطلق بجلالة الملك. واحد من الأشخاص حكى معي لمحاولة ثانية أو توصيل رسالة تهديد مبطنة لي، لكن بطريقة مؤدبة، أنه جلالة الملك هو من يعين كل الموظفين في الديوان الملكي، والحديث عن أي شبهة فساد هناك يعني أن الحديث عن الملك حسب حديثه. طبعا بحب احكي له لكل اللي ضغطوا علي عشان ما اكمل التحقيق وما انشره، بدي اطرح عليكم جزء من الاسئله، واذا قدرتوا تجاوبوا عليها بوعدكم قدام الناس ما اكمل التحقيق وما انشره. طبعا التحقيق مش راح انزله على هذا البرنامج على فواصل، لا، راح ينزل عبر منصات في برنامج خاص. المهم، قبل فتره حدث فساد بدائره مهمه في الديوان الملكي، تجاوز الفساد 1.5 مليون دينار. كيف تم معالجة هذا الموضوع؟ اللي ضغطوا علي انتوا بتعرفوا؟ انا بعرف كيف تعالج. طيب، معقول جلالة الملك له علاقة بهاي القصة؟ وهذا السؤال موجه للي حكولي انه الملك هو الديوان والديوان هو الملك. معقول جلالة الملك له علاقة انه حتى الفساد وصل للمطابخ في الديوان الملكي؟ تعرفوا انتوا اللي ضغطوا علي مشان ما اكمل التحقيق انه وجبة غداء واحدة لأحد كبار الموظفين في الديوان الملكي لحاله بوكل وجبة بالشهر يوميا بتكلف 100 دولار، يعني لحاله بوكل وجبة بالشهر ب$3,000، يعني بالسنة 36,000 دولار. إله 3 سنين عطوفته في الموقع، 3 سنين بهذا المنصب، يعني كلفنا غدا عطوفته لحاله
من أول ما تعين أكثر من $100,000 بس وجبة غداء واحدة طبعا بدون فواكه وحلويات. راح أكتفي بهاي الأسئلة وباقي الأسئلة والاستفسارات المهمة راح أبعثها للجهة المختصة في الديوان الملكي قبل ما أنشرها مشان حق الرد. على كل حال التحقيق اللي أنا بصدده حول وجود ملفات تشوبها الكثير من علامات الاستفهام في الديوان الملكي هو أجندة وطنية وهو صميم العمل الصحفي، لأن الديوان الملكي يا إخوان هو مؤسسة وطنية مثله مثل أي مؤسسة وطنية حكومية، وما يميزه أنه هو بيت الأردنيين جميعا، لكن الموظفين اللي فيه المفروض يخضعوا للعقاب إذا أخطأوا مثلهم مثل أي موظف في القطاع العام. والدليل على كلامي أنه في عدد من الموظفين في الديوان الملكي تم الاستغناء عن خدماتهم بطريقة تعسفية، وراحوا هذول الموظفين ولجأوا لوزارة العمل وإلى المحاكم الإدارية وتم إعادتهم إلى العمل. على فكرة أسماءهم عندي هذول، تعرفوا يا أخوان كل اللي تواصلوا معي ما حدا قال تعال يا عمي خلينا نشوف شو هالمعلومات اللي عندك والوثائق، خلينا نعالج القصة بدون نشر. عاش الأردن حرا مصانا، وعاش جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وعاش ولي العهد الأمين والأسرة المالكة. ألقاكم على خير.